على فرق تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية بحرية بالمحيط الأطلسي على بعد 186 كيلومترا جنوب غرب مدينة الداخلة. قاربا كان يعتزم التوجه نحو جزر الكناري، وعلى متنه 91 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 8 نساء ورضيع واحد. كما أوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات اللازمة على متن الفرق قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة وتسليمهم لمصالح الدرك الملكية قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.